نتواصل مشاهدينا الأعزاء ونرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب. ينطلق شوطنا الثاني عشر والخاص بالإبكار المهجنات الأصايل، وهو يعتبر شوطنا الأول الرئيسي هنا للفئة العمرية الجميلة والجديدة هنا مشاهدينا الكرام لسن الإقذاع وسن الإمتاع. ينطلق شوطنا الأول والخاصة بالإبكار المهجنات الأصايل من مسافة 5 كيلومترات مع تمنياتنا لكافة الشعارات بالتوفيق والسداد والنجاح. ينطلق شوطنا الأول على البركة نسير، على البركة نسير مع البداية الأولى مع المركز الأول. تتقدم عنيدة مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي، يتقدم ويقدم عنيدة مع البداية الأولى، بينما الوصول في هذه اللحظات القدوم في هذه الأثناء مع المركز الثاني. تتقدم هنا الظبية سالم بن حمد بن القرين العامري، يتقدم على المركز الثاني. ثالث المراكز نتابع الوصول في هذه اللحظات القدوم من الكايدة غانم بن سهيل بن مبارك الاكتبية، يتقدم مع الكايدة على ثالث المراكز. رابع المراكز ورابع التحديات الوصول في هذه اللحظات القدوم في هذه الأثناء. نشوف الوصول في هذه اللحظات رابع المراكز رابع التحديات. تتقدم انذار أحمد بن غانم بن علي المنصورية، يتقدم بو منصور وشعاره ياتي بو منصور من طور الغيبات يا بالغنايم يا بو منصور على المركز الرابع. خامس المراكز من السياق الخارجي تتقدم اسعيله عبد الرحمن بن علي بن حمد الزعابي، ياتي ويقدم اسعيله، بينما الوصول في هذه اللحظات هذا شعارك يا من مقارح. ياتي مع هنا مشاهدينا الكرام مع اسم جميل ومثير للغايه مع شط الفرات. يتقدم هنا مشاهدينا الكرام على المركز الخامس، ياتي بوسنيده وشعاره راشد بن مخيت بن علي بن مقارح، ياتي ويقدم شعاره. بينما سادس المراكز نتابع الوصول نتابع القدوم نتابع التقدم في هذه اللحظات. الوصول من رياضية علي بن خلفان بن سالم الهاشمية، يتقدمونها للسلطنة، ينطلقونها للسلطنة طامحين وطامحين في هذا ناموس هذا الشوط الكبير. هنا مشاهدينا الكرام شوطنا الأول الرئيسي، شوطنا الأول الرئيسي هنا المخصص للمهجنات الأصايل، للمهجنات الأصايل. نعود مع البداية الأولى، لنا عودة إلى المركز الأول، نعود مع الثلاثة اللي بهزان اللقاء، نعود مع المقدمة، نعود مع صدارة هذا الشوط. القيادة الحكيمة، القيادة الرشيدة، القيادة مع أبو مانع، ياتي مع انذار أو عنيدة، ياتي مع عنيدة
مع البداية الأولى ما نعبد علي بن محمد بن حماد الشامسية يتقدم الشامسية يتقدم السيف البتار ينطلق مع البداية الأولى ينطلق مع المركز الأول بينما الحضور بينما الوصول مع الكايدة مع ثاني المراكز يتقدم الاكتبية ينطلق الاكتبية ينطلق بوسهيل قانم بن سهيل بن مبارك الاكتبية يتقدمون أهالي ميدان الذكية يتقدمون أهالي دانة الدنيا دبي ينطلقون على المركز الثاني بينما الحضور بينما الوصول من تواجد الظبي بهذا الشكل الكبير بهذا الشكل الأنيق للغاية هنا ثالث المراكز يتقدم بالجرين يتنطلق بالجرين سالم بن حمد بالجرين العامري عماري العامري يتقدم ثالث المراكز ويتواجد مع الظبي هنا مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء ما بين هالثلاث المراكز الأولى فاصل ما بينهن وما بين بقية المراكز نعود مع البداية الأولى نعود مع الصدارة الأولى جولة الأوامر الخطيرة جولة الأوامر المثيرة مع ابن حماد ياتي ويقدم شعاره وتسيع على خط العزوم يبي كرر الإنجاز ولكن الاكتبي ولكن بلقرين مع الثلاث اللي بهن سان اللقى ما بين هالمراكز المتقدمة ما بين هالتحديات ركز يا أبو سعيد ركز اطمش يا أبو سعيد اطمش هنا مشاهدين الكرام البداية مع ابن حماد البداية مع أبو مانع مع السيف البتار ياتي ويقدم شعاره باحثا عن النقطة الثانية ولكن أهالي ميدان الذكية أهالي دانة الدنيا دبي قادمين منطلقين طامحين منافسين مع الكايدة غانم بن سهيل بن مبارك الاكتبية ولكن بومانع الناموس يبغي له سلالة والعصاف الابطان جماهيرك محبينك يطالبونك بالسلام بالناموس نوعية حكومة ما شاء الله راحت بالسماعة والعصاف الابطان ما قالها شيء مشاهدينا متابعينا الكرام تاتي مع البداية الأولى تاتي عنيدة لتعاند الجميع روح يا بمانع مع البداية الأولى سلامي عليك وحواليك مشكور راعي عنيدة مشكور تهانينا والناموس نبعثها من هذه اللحظة على تحت أقدام عنيدة شوطنا الأول الرئيسية معاك يا أبو مانع والاستراحة محاربة على البداية الأولى تهانينا والناموس المركز الثاني المتابع الغدوم والحضور في هذه اللحظات تقدم الاكتبي ثالث المراكز هنا مشاهدينا الكرام تتقدم الظبي سالم بن حمد القرن العامري رابعا وتابع الغدوم مع ناصية مع سعيد بن محسن بن سعيد بن حسن خامس المراكز نتابع مشاهدينا الكرام محبي هذه الانطلاقات خامس المراكز تتقدم اسحيل نعم بالفعل عبد الرحمن بن علي بن حمد الزعابي سادسا نتابع الغدوم تحمل رقم 11 عنقاء مانع بن علي بن محمد بن حمد الشامسي ها هو شعارك يا راعي العزوم التوقيت الزمني المصاحب والمرافق لهذه الانطلاقه 8 دقائق 29 ثانيه بالوفاء والتمام والكمال